بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على تويتر في منشور متداول عن ملياردير هندي، هذا الرجل بيدعو صراحة إلى تنظيف الهند من المسلمين، يعني إما قتلهم وإما طردهم من الهند وإزاحتهم إلى بلد تانية أو كده، هكذا يفكر، رغم أن عدد المسلمين في الهند عدد ضخم جدا بالملايين، يمكن 200 مليون، يعني عدد كبير جدا مش قليل، الله أعلم يمكن الوقت أكتر من كده. هذا الملياردير اسمه كيران كاراكوند، وهذا الرجل يا أبو الشباب هو باختصار كل شغله تقريبا وكل مكاسبه وأرباحه أو أغلبهم عشان نبقى منصفين بتلاقيهم مع الدول الخليجية يا أبو الأبطال. يعني باختصار هذا الرجل يعني يزداد ثراء من أموال أغنياء المسلمين، وفي نفس الوقت عايز يذبح فقراء المسلمين. طبعا الرجل هذا بهذه الدعوة مجرم شديد الإجرام، لكن المحزن أكثر إن الدول الخليجية سكتاله. على فكرة أي مشكلة بتحصل للمسلمين في الدول في المنطقة دي بالذات والهند بالذات، أنا بحمل المسؤولية الأولى فيها للدول الخليجية. ليه؟ إشمعنى الدول الخليجية؟ لسببين أو ثلاث أسباب. السبب الأساسي اللي هم تتفرع منه الأسباب الثلاثة، إن دول الخليج دي تملك القوة الناعمة. إيه هي القوة الناعمة؟ البترول والتجارة. فالسبب الأول بقى المتفرع يا أبو الأبطال، إن الدول الخليجية تقدر تطرد العمالة الهندية وده يضغط على الاقتصاد الهندي، وتقدر السبب الثاني تقدر تمنع البترول عن الهند وتربط موضوع بيع البترول للهند بتحسن المعاملة في سجل حقوق الإنسان، وما تقولش حتى المسلمين. ليه بقى؟ لأن هي لو قالت المسلمين هيبقى في تعصب ديني وأمور زي كده من وجهة نظر قوانين وقواعد الأمم المتحدة، فممكن تعمل زي أردوغان مثلا بيتكلم بلهجة وبلسان الأمم المتحدة وبناء على القواعد بتاع الأمم المتحدة وبناء على الأساليب اللي أمريكا نفسها بتعملها، هيقول إحنا مش هنديهم أي بترول غير لما يحسنوا سمعتهم في موضوع حقوق الإنسان، وعايزين نشوف المنظمات الدولية هتقول إيه، وممكن يقولك عايزين نبعت مراقبين بنفسنا، وممكن يفرضوا شروط جامدة جدا لأن البترول سلاح قوي جدا. بعد كده يا أبو الأبطال بقى الممرات المائية، والممرات المائية دي بقى يجي كمان عاتق فوق دماغ مصر، لكن مصر يحكمها خائن كبير عدو الله، الله يأخذ عمره، وممكن يقول لك خلاص أي سفن أو أي تجارة جاية من الهند ما تعديش، وأي تجارة رايحة الهند برضو ما تعديش. يعني ممكن في أساليب ناعمة ممكن الخليج ومصر والدول المسلمة ممكن توقف الهند عند حدها، لكن أنا هقول لك إيه، يعني إحنا هنطالب حكام إحنا نراهم خونة وكلاب حراسة، وأنا أرى أغلبهم كافر بالله مؤمن بالطاغوت، هنطالبهم بأنهم يحرصوا على المسلمين، مش هنطالبهم. أمال أنت عامل الفيديو ده وجعت دماغنا ليه؟ ما أنا أعمل الفيديو ده مش عشان أجع دماغك، أنا عامل الفيديو ده يا أبو الشباب عشان أفضح قدامك هؤلاء الحكام الخونة. والسلام عليكم.